طريق كافاني في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة من بانديف في العمق، هرب من الرقابة في هذه اللقطة كافاني وسجل أول أهداف هذه المباراة، ولكن تمكن الإنتر من تعديل النتيجة بعد ذلك أيضا. الالتحام اللي تم في هذه اللقطة ويسقط وينجح في الحصول على ركلة الجزاء، هي مسار شك ولكن أمامنا هو زونيجا، يعني دفاعه كان مبالغ فيه، وهنا ستراماتشوني، وأمامنا طبعا يعني النتيجة واضحة على لاعبي فريق نادي نابولي لأن هم متقدمين بهدف لكافاني، ثم تأتي ركلة الجزاء في هذه اللقطة. وادي أمامنا هنا أوريليو ديرولانتس في لقطة المباراة، أمامنا هو رئيس نادي نابولي ومالك نادي نابولي اللي يعني يجلس ويتابع، والحديث بقى والصمت في هذه اللحظات وإن كان صفافير من جانب الجماهير. ادي أمامنا هنا ريكاردو ألفاريز في موسمه الثاني مع نادي الانتر، وسجل 3 أهداف وهدف في كاس في روما وهدف في توتنهام اوروبيا. وادي امامنا الكره بتعدي الى المرمى، ويبقى هدف التعادل بيسجله امامنا ريكي الفاروز او ريكاردو الفاريز امامنا هنا في الدقيقه 23 من ركل الجزاء، هدف الرابع هذا الموسم، سجل في اتلانتا هدفين وسجل في كاتانيا هدف، وكان الموسم الماضي يعني عنده 6 أهداف كده اجمالي اهداف في سيريا بقى في الموسمين اللي لعبهم مع فريق نادي الانتر، هدف التعادل من ركل الجزاء. شوف هنا مورغان دي سانكس يعني راح للكوره لكن هي قويه وارضيه وزحفه بتعدي الكوره امامنا وتسكن شباك فريق نادي نابولي عشان يبقى هدف التعادل وتبقى النتيجه 1-1. مباراه مفتوحه سريعه فريق نادي الانتر وهو بينطلق تعرض للعرقله. شوف امامنا هنا بانديف، وادي امامنا جوناسان، وشوف هنا بقى يعني التحام، يعني كان الحكم بيعوض التحام اهو. ادي زونيجا زي ما فعلها ريكاردو الفاريز وسقط مع زونيجا بقى يعني يرد اعتباره ياخذ بثأره بقى في هذه الكره في هذه اللقطه وركله الجزاء، يعني حكم اللقاء الوحيد اللي يقدر يحكم عليه لان انا مش مقتنع بركله الجزاء اللي سجل منها الانتر التعادل عن طريق ريكاردو الفاريز، التحام عادي او من ريكاردو الفاريز واللاعب زونيجا، ويمكن اقوى من الكره دي. وشفنا زونيجا مع جوناثان وانذار لراروكيا وكافاني، يا عيني على كافاني، كافاني تاني وتاني وتاني، يا كافاني يسجل في هذه اللقطه من ركله جزاء بعد ما كان اضاع يعني ركلتي جزاء امام كييف وامام لاتسيو، يسجل هنا ركله جزاء ويتقدم فريق نادي نابولي في الدقيقه 33 من خلال ركله الجزاء. يعني الغريبه اللي احتسبها حكم اللقاء، اي التحام بيحسبه حكم اللقاء ركله جزاء، يعني كاننا بنلعب كره سله زي حكام كره السله، اللمسه فاول لكن كره القدم مش كده، لكن على طول واحده بواحده ركله جزاء للانتر كان سجل منها ريكاردو الفاريز دقيقة 23، ثم ركلة جزاء لكافاني دقيقة 33 عشان يتقدم فريق نادي نابولي 2-1 في هذه المباراة. كافاني في الدقيقة الثالثة، كافاني في الدقيقة 33 وكانت ركلة جزاء منذ لحظات، وريكاردو الفاريز أو ريكي في الدقيقة 23 أيضا. الإنتر أداء يعني لا يؤدي إلى إيجابية على المرمى، 12 فرص جوارين يعني من كرة ثابتة، ممكن جوارين من تسديدة. وادي أمامنا هنا بانديف إلى كافاني ضيع فرصة سهلة قوي، المرة دي بقى ما يضيعش، وهاتريك كافاني وتبقى النتيجة 3-1 وخلاص. الإنتر باي باي، الإنتر وداعا أوروبيا، وإيدلسون كافاني يستغل سوء الحالة اللي عليها دفاع الإنتر وسذاجة الرقابة والدفاع، وأندريا ستراماتشوني قليل الحيلة، هذه الرقصة من كولومبيا شاهدناها من زونيجا ومواطنو أرميرو، لأن كافاني الأورجواياني يصنع في هذه الليلة ثلاثية، سجل هدف أول في الدقيقة الثالثة، هدف في الدقيقة 33 ركلة الجزاء، ثم الهدف رقم 26 لهذا الموسم، هو هداف الدوري. شوف هنا كافاني المرة دي بقى لعب بجماعية، يلعبها إلى فانديف أحد اللاعبين البارزين، تمر من همسك لكن لا يخطئها كافاني، وبالفعل الميتادور الأورجواياني كافاني هنا في الموعد في المكان في الزمان، وليس هو زمان الانتر لان اليوفي هو بطل سكوديتو، ونادي نابولي يستحق المركز الثاني مع منافسه من جانب فريق الميلان، لكن يحافظ بهذا الانتصار على فارق 7 نقاط
يستعيد السبع نقاط عن مطارده في صراع المركز الثاني المؤهل مباشرة. وادي أمامنا دي لورنتيس يقول لهم